السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صباح الخير دكتور. صباح النور للا سليمة. صباح الخير سيدي. الله يعطيك الصبر. بغيت غير نستاش معك. بغيت نسولك. مرحبا. بغيت نعرف سمعت معك واش بصح او ماشي بصح. نعم. واش في الدين ديالنا كل خميس في العشية والجمعة سميتو الأرواح كيجيو يزورونا. نعم. هل هذا الشيء صحيح او ماشي صحيح؟ واخا بإذن الله. والقران اللي كنقراه في الدار وكنوجهه للوالد ديالي والوالده والزوج ديالي واش كيوصلهم؟ نعم. هادشي اللي بغيت كنسول. شكرا للا شكرا للا سلمى حياك الله وحفظك الله ورعاك. كون ان الارواح تاتي كل خميس وجمعه الى الينا لتزورنا هذا كلام غير ثابت في الدين. هو ثابت عند بعض العلماء ديال الشيعة في المذهب الشيعي عندهم هذه مثل هذه الافكار خصوصا كيقولوا بان الروح ديال سيدنا الحسين عليه السلام وارواح آل البيت وغير ذلك هذه كلها كلام ولكن لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. الارواح اللي كتزورنا هي حينما نراها في المنام كيكون الانسان عنده واحد لان الارواح جنود مجنده ما توافق منا ائتلف وما تنفر منا اختلف. الانسان حينما يموت ينفصل الجسم عن الروح. اما الجسم نحن كنقوم بالتغسيل ديالو والتحنيط والتكفين ثم ندفنه في التراب. اما الروح فتاتي الملائكه بخرقه بيضاء اذا كانت روح المؤمن وكتكفنها وكتغسلها وكتطهرها وكتقول لها الملائكة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ديك الروح كتستقر في واحد المكان اسمه البرزخ. البرزخ هو قاعة انتظار انسال داتونت في انتظار القيامة. والقيامة ما بعيداش لأن الميت ملي كيموت إلى سولوك يقول شحال بقيتي في البرزخ كيقول لك يوم أو بعض يوم لأن مفهوم الزمن والوقت لا يبقى عنده حسبان. روح الكافر والعياذ بالله توضع في خرقة سوداء والملائكة تغضب عليه وتقول أيتها النفس الخبيثة ارجعي إلى سخط من الله. فتمكت في مكان في البرزخ. ذاك المكان اللي كيوقع فيه المؤمن ينعم والمكان اللي يوقع فيه الكافر والعياذ بالله فيه ألم وعذاب شديد. الروح مرة كترجع لعندنا لأن الروح في ملي كيمشي للدار الأخيرة كيعود تشوف كل شيء تاهي حياة من نوع آخر. ربنا عز وجل كيقول عن الميت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. راه الميت ملي كيموت عاد كيعود يعرف. حنا الآن يلا عندنا عالم الشهادة وعالم الغيب هو خفي عنا لكن حينما نموت الله عز وجل يرفع ستار الغيب فنرى كل شيء. نرى الزمن أوله وآخره، نرى العوالم، نرى الجنة والنار، نرى كل شيء في الوجود. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هناك تكون الأرواح ديالنا تزور بعضها بعضا في المنام. إنسان ربما دار شي عمل صالح فكيحلم بان الوالد ديالو او الام ديالو كتزوره في المنام في صوره طيبه لابس البياض كيعطيه واحد العطاء واحد النور من خلفه فتفهم بانه في وضعيه حسنه. هذه الروح زارتك فطمأنتك. وقد تاتي الروح في صوره اخرى مخيفه لابس السواد حزين كئيب مريض كيقول لك اعطيني غطيني وكلني. كتعرف بأن صاحب هذا الروح يعذب ويحتاج منك إلى الدعاء والصدقة. هذا هو التواصل بين عالم الأرواح. اللي عند الشيعة هما كيقولوا بأن عنده في الأربعين من كل وفاة تأتي الروح إلى البيت
ولذلك كيديروا الأربعينية بعد الموت، وكذلك في عاشوراء كيقولوا بأن تأتي الأرواح، وأيضا في يوم الجمعة تأتي الأرواح. هذا كلام منسوب إلى أهل الشيعة، ولكن علماء السنة والجماعة ما عندهم شيء من ذلك، إلا في حالة واحدة، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل يفرده بأن يرد إليه الروح في قبره في جسده، فيعيش حياة برزخية، فيسمعنا حي في قبره صلى الله عليه وسلم كلما من صلى وسلم عليه يوم الجمعة مثل هذا اليوم، فإنها تبلغ صلاتنا بأسمائنا وأسماء أمهاتنا وآبائنا، فيرد عليك السلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما أختي الفاضلة عن القرآن الكريم إذا قرأته ووجهته لوالدي، العلماء منهم من يقول بأن العمل الصالح يكون في الدعاء والصدقة، هذا ورد في الحديث، لكن هناك إشارات أخرى بأن العمل الصالح كله يصل للميت. أتصدق على والدي بالصدقة بالمال بالدعاء، في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها: ولد صالح يدعو له الدعاء، وصدقة جارية الصدقات، وأيضا قال علم ينتفع به، وقال العلماء كل عمل صالح يصل، بدليل أن المرأة التي لم تحج فقالت يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أولى. من نقل العلماء إلى كان الحج اللي هو شعيرة عظمى فيه النيابة، فما ظنك بمن هو أدنى منه من صيام وصلاة نوافل وتلاوة القرآن؟ هذا تأويل واجتهاد عند العلماء. غتلقي للا سالمة أن بعض العلماء يقول لك لا، القرآن الكريم لا يصل، هذا وجهة نظر مبنية على أدلة وبراهين قابل للصواب والخطأ، ولكن وجهة نظر الذي نحس بها بأنها أقوى إلى الصواب وأرجح هي أن الميت يصل له كل عمل صالح، صدقات، أدعية، تلاوة أحزاب من القرآن، صيام اثنين وخميس، قيام ليل، نوافل، أي عمل صالح يصل إلى الميت اللي بغيته، لأنه هو سبب وجودك، أمك وأبيك هما سبب وجودك، هما اللي ربوك أحسن تربية حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. فالله يرحم الجميع، وشكرا لك للا سلمة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.